تطلب مالتي سيم اونلاين تروح تكتب هون مالتي على جوجل مالتي سيم اونلاين بعدين تكبس زي هيك مالتي سيم لايف اونلاين سيركت سيميوليتر فتكبس هون بعدين well you have to sign up for free تكبس هون بعدين بدك already have an account login إذا عندك account تعمل login إذا ما عندك تكتب هون الالياس يعني تستخدمه مثلا سمي حالك عمان 22 هاي زي يوزر نيم بعدين بتحط اسمك هون اي اسم بدك اياه مثلا انور بعدين بتروح هون لاست نيم بعدين سيلكت رول تروح تكتب Well, student in the field, student engineer, please select account payable, engineer in management, programmer, project leader, scientist, student. And then تعمل create an account. هاي تكبس على هاي. بس بدك تحط password. Create an account. بعدين تستنى تحط البريد الإلكتروني إلك أوكي بعدين يبعثوا لك مسج وكمل هسه بما إنه أنت بما إنه أنا يوزر تحط هون أنور العبادي هون لأنه هيك استخدمه أسهل لتكتب الاسم الصحيح بعدين create an account وين هاي بريدي محطوطة هون بعدين تفتح بريدك وتشوف المسج ويعطوك لينك اوكي فهسا نروح على لوجين وجرب بعدين عندك هون يس اكسبت متنساهاش انا زمان ما استخدمته تروح اكبس على لوجين هون وهي اللي حاط اسمي هي محفوظة سيف استنى شوية بس مجرد ما يو لوج ان ارسل لك الباسورد واعطاك اللينك بالصفحه اللي تفتحها اوكي ايش تعمل؟ تطلع لك هاي الصفحه لما تعمل لوج ان يطلع اسمك هون وهون بيطلع وهون بعدين كرييت سيركت بتروح يطلع لك Multisim بالشكل هذا
حسب تروح بدك gates مثلا هاي gate and بس على هاد مرة بطلع لك أكثر من هاد بس تحطهم بطان بدك تروح تحطه هون كمان gates بدك or هاي or هاي NAND هاي NOR هاي XOR هاي XNOR هاي buffer طبعا عارفين شو buffer هو inverter فإذا بدك مثلا X من or بتاخده بس عليه مرة عشان يطلع لك 2 input هذول كلهم or هسه مجرد كبست على or بيطلع لك واحد هون تحطه هون هسه بدك switch بدك سعر هاي digital constant اوكي وهذه المفروض تغير هاي هسه بتوصله زي هيك استنى شوية كمان ولا لسه ما وصلناه هاي كمان واحدة هاي هسه بنوصل كيف بنوصل هاي الإيد اللي تحرك فوق وتحت بدنا نوصل بنضرب سكيب شوف اذا تخلص تقدر زوم زي هيك بطلع لك زي الشاكوش هيك بعدين بتوصل بلش من الانبوت للاوتبوت لما تطلع لك الدائرة فهي الدائرة في بين هون تدرس عليها نفس الاشي هون لما تطلع لك الدائرة وهاي نفس الاشي بتعمل توصل هون توصل الاور هون و هسه شو بدنا بدنا ديجيتال لايت بولب ولا شغله بنروح على التضوي هاي نشوف اذا في الاي دي هون هاي في ground وفي شغلات كثيرة active voltage كما بنيها بنروح على diet شلون هاي diet lid هيها اللي تضوي هاي ما عندهم مشكلة ال components بس يعني ما عندهم مش probe وكمان بدك تروح تجيبه كمان مرة بتروح لهون هاي lid and diets هاي lid تجي لهون هسه بدك جراوند هاي الجراوند جراوند او ارضية هاي غلطان بتحطها هون وهاي بتجيبها بتحطها هون هسه ويل زي هيك هسه بنروح نعمل simulation interactive simulation هاي بنروح على البطن هاي run simulator ونجرب نشوف ايش بصير simulation اوكي هسه هدول بنكبس هون نغير ال state هاي صارت zero طفى هذا هاي صارت zero طفى الثاني نولع هاي I mean, turn this on, switch, line have on, turn it on, have a plan, وهكذا. Basically, that's your first circuit, if you have the converter,
وهنا الانفرتر بتروح على لازم توقف هاي اولا السيميليتر بطلع من هذول على الجنب بتروح على الديجيتال واللي بدك اياه هو انفرتر بتروح على الانفرتر ولا بافر هون انفرتر بتحط واحدة هون اوكي ولا عند ال هاي توصل على هون بعدين بدك ليد بتروح على الليد لايت ايميتنج دايود هاي بتحطها هون بتوصله مع الجراوند هسه غير اللون هذا تدوس عليه تدوس عليه هون شوف اذا في لون دبل كليك بيطلع لك شغلات هون فولد الايه هاي الخصائص حلو رايس تايم هاي زيرو احنا حاطين رايس تايم فولد تايم زيرو عشان الديليز بس كنت نغير اللون موديل هاي الموديل هون غير الموديل ندور على اللون الليد احنا بنروح على الليد عشان غير اللون هاي اللون غيره من هون هذا ازرق بصير وبنغير نعمل هذا مثلا لون ثاني بنحطه اصفر بعدين راح نعمل سيميليشن وعلى البلاي هاي اللي هون بعدين بنكبس على هاي على الانبوت مثلا 1-1 يكونوا زي هيك هذا اوف هذا اون هذا اون وهكذا تقدر تبني هاي شيء بدك اياها بعدين توقف سيميليشن لأن بروبس إذا في بروب هون دور على بروب هاي بروب بس هذا بعطيك القراءة للفولتج تروح تحطها هون بصير عندك دائرة بكون ماسك بشوف الفولتج كمان هون بالبرو فولتج هاي امبير هاي ديجيتال الامبير بتحطه هون مثلا تعمل سيميليشن تقرأ هون هاي 0 فولتج هسه لما تكبس هون وتكبس هون صار 1-1 هاي الفولتج تقرأ هون 3.3 الآن ايش بدك تعمل؟ وهيك السيميليشن بتروح لهون على البروبس بتجيب مثلا واحد هون بتحطه تعمل سيميليشن هسه هذا 3.3 بس هذا البطيء اللي هون شكلها مش موصلة مظبوط لما نحط لها او انه 0 فولت
طب سيميليشن بنتأكد انها موصلة مظبوط، ولا واحدة ثانية شكلها يختلف اعملها ديليت، رايت كليك عليها او اضرب الديليت بطن، راحت ديليت بطن على الكيبورد. ترجع كمان مرة بتاخذ واحدة من هون بتوصلها، لما يصير الدائرة تطلع تشوف الدائرة هيتحركها زي هيك، تطلع دائرة وتتركها. كبرناها بالسكرول بار. اوكي هستعمل سيميليشن. هسا هاي لازم نقول عندنا غلطية، بس فيش غلطية، هاي زر، هاي خضر، هاي زرقاء. طب شو الفرق؟ هذا ندور على واحدة خضراء، هاي الخضراء هون 3.3 فولتس، نزلها زي هيك، صار نزلها زي هيك، تعمل سيميليشن. لما يشتغل هسه تروح تعمل 0.0، هسه هي 3، المفروض 3.3، هي صار 0. اوكي هاي صار 3.3 فولتس. هذا الشكل غير اللون عشان ما يصير كونفليكت او تضارب بينهم. وتحط هاي 0، هاي صار 3.3 فولت. طبعا اثنين طافيين، الضوء التيار ما فيش، هذا التيار اللون امبير تلاحظ، بس لو حطيت زي هيك التيار صار 2.57 مايكرو او نانو، يعني قليل التيار امبير. اوكي شكرا.